نرجع لقصة عمرك. شو بقى من حارات الشام بذاكرة دوريد لحام؟ كلها طبعا بقيت كلها. أصلا عيوني واحد بعمري الآن يعني إذا كان بده يقضي لحظات سعيدة بيحاول يسافر لورا، يسافر لورا ليتذكر، ودائما بيلاقي ورا بالذكريات بالطفولة بيلاقي لحظات سعيدة يخطفها. مشان هيك كل شيء ذكريات في هذاك الوقت مازالت محفورة. مشان هيك بنزعل مثلا لما بنشوف اشياء بذاكرتنا، مثل مثلا بروح على مشغرة بتذكر انه كان في مزراب، كان ما نايمنا لصوته من الموسيقى بالليل. هلا لما بنروح ما بنلاقيه يا لطيف شو بنحزن، علما يمكن انه مشرب منه صار فيه هلا اناني معلبه، شيء بيستورد من هون شيء مستورد من هون، وما عاد حدا يعرف يشرب بي بي بايده او يزرني او الى اخره، على اساس انه الحضاره صارت مغلفه، يا بعلب يا باناني، كان احلى العب من المي. فالواحد بيحاول يتذكر هلا كيف كنا. انا بتذكر ننام مثل اليبرق مثل ورق العنب، وعلى بكره يعني بتذكر كلنا انه والله بيت جدي وبيت ستي بمشغره ما عندهم غير اوضه واحده، وكلنا الاحفاد نحب ننام عندهم، ننام جنب مثل ورق العنب جنب بعض، ونخاف يطلع الضوء اذا عاملين شيء. يعني كيف بده الواحد انه يطول حتى ينشف، يكون حدا طاشية بالنص مثل بيقولوا كذا وبده ينام بالنص وتضيع الطاسة ونستنى انه ان شاء الله ما يطلع الضوء، مع انه بهداك الوقت كنا بتذكر نتمنى نستنى يجي بكرة، نحس بانه الفرح بكرة، المستقبل بكرة. هلأ أنا بخاف من بكرة. يعني كان الفرح بكرة لأنه ما كان في فرح، كان في أحوال صعبة. كان في أحوال صعبة عيوني، لا كان الواحد يحس بكل شيء حضن، مثل البرد. هلا أنا ليش بحب البرد؟ بحبه أكثر من الشوب. طبعا بجوز بعض الستات بيحبوا الشوب مشان الزنطرة ويتشلحوا على البحر ولا غيره. مشان البحر. أنا لا بحب البرد كثير، بطير عقلي بالبرد، بحسه حضن، بحسه إذا ما لقى حدا يحضنه ليدفى بيحضن حاله، فبردان دائما قاعد هيك حاضن حتى حاله يعني. فكانت فعلا طبيعة الجغرافيا تبع هذه الأحياء طبيعتها فيها الحضن، بيحس حاسس الواحد بالأمان، حاسس بأمان بكرة. هلأ لإلي حدا ما بيخاف من بكرة، حدا بالكون كله، مش بس بلاد العربية على فكرة، قولي عنا الهاجس أكثر، بس نحن كنا نستنى بكرة لأنه بكرة حامل لنا شيء جديد، حاملنا بقى جديد. هذا ما له علاقة بالعمر؟ يمكن هلأ إذا نسأل الأطفال ما بيخافوا من بكرة؟ والله متهيألي بيخافوا مثلنا، بيخافوا مثلنا من بكرة، ولما بيشوفوا شو عم بيصير، ولما بيشوفوا خصوصا هلأ بنيسان المشؤوم هذا نيسان قانا، صاروا يخافوا من بكرة وكله بيتمنى يرجع لمبارح. يعني انت كنت بالشام بالشتاء وكنت بالصيف بمشخرة اذا فينا نقول، بس قبل المسرح والفن كان عندك مهن كتيرة بفتكر. كنت خياط وكوى وبائع جوال كتير. طيب هالامور برأيك اغنت ادوارك الفنية او الشخصيات المركبة؟ ايه عيوني عيوني بتأكد فيها. اي شيء بالدنيا تتعلمه هو ثقافة، اي شيء، ان شاء الله خياطه، ان شاء الله الواحد يعرف يبيض طنجره، انا بعتبره هذا كلياته ثقافه. بجوز انا مارست عن حاجه، يعني نحن شو 12 زلمه يا عمي ساكنين بغرفتين، عرفتي كيف؟ ابي الله يرحمه بتذكر كان يروح من الشام لمشغره على بغل ليجيب حمل فحم يبيعه بالشام او حمل جبنه على حسب. كانت الحياه صعبه، بس دائما في امي عودتنا انه الحياه كفاح، انه ما في شيء بيجيب لي نصيب، ما في شيء بيجيب الحظ، فبالتالي تولد عندنا حس الكفاح وحس العمل وضروره. انا بتذكر وانا صغير انفخ على الكور، ما بعرف اذا بتعرف الكور، الكور الحداد هذا عباره عن منفاخ جلد كبير كتير له ايدتين، بده يعمل هيك ويعمل هيك ليطلع هواء يشعل الفحم مشان الحداد يحمل. انا شغلت حتى هذه الشغله اشتغلتها، بس كنت حس انه يعني لما اخذ مثلا قرش باخر النهار انه انا عم بساهم ببناء عائله ما. مشان هيك حاولت اعلم اولادي هالموضوع، حاولت اعلمهم يعني انه الحياه كفاح، انه الاشياء لها قيمه،
انه ضروري يحلم الولد، ضروري يحلم الطفل. انا بزعل اطفال هالعصر انه ما بيحلموش، ما بيحلموا. عم شوف طفل عمره 12 سنه، طبعا الطفل حسب تعليمات اليونيسف انه ل 18 اسمه طفل. انا عم شوف طفل عمره 12 سنه بيركب مرسيدس. انا كان حلمي بسكليت وانا طالب جامعه، وكنت يعني حاطين على كل شيء، نام والبقاب تحت مخدتنا نحلم حنطرطق في بكره، علما انه حتى الثياب تبقى مصغره من اخلق، يبلش البنطلون اسود ينتهي رمادي باخر يتظهر. مشان هيك طرطقت بالابقاب بشخصيه غوار هالقد يعني. فجاد يعني فعلا يعني انا بحس انه هلا مثلا الجيل محروم من الحلم، لانه ولد عنده 12 سنه عم يسوق مرسيدس، شو بعد بده هذا؟ كان أسعد هدية لقيتها بعمري من ابني، عندي ابن اسمه ثائر، سميته ثائر لأنه وقتها خلق أيام الثورة الجزائرية. وكنا كثير هيك يعني طلاب جامعة ومهووسين بهذه الحركة النضالية، ونوقف نغني قسما بالنازلات الماحقات وإلى آخره. وإجا ثائر بينك الوقت، كبر ثائر، قولي هلا ثائر أكبر مني ابني، وتجوز وخلف وجاب لنا ولدين. أطول منك قصتك يعني، أكبر منك. سبحان الله، أدي تمام. أذكر. ولا ميلي زايد ولا ميلي ناقص. المهم راح درس بأمريكا، فكنا نحسب شو لازمه نقطع عن حالنا ليتعلموا أخواته. بس أجمل هدية جاب لي إياها جرافي وملبس تم خوفي عليها، لأنه قال لي بابا عندك فبتصل فيك الفترة، ما لقيته بالدور تبعه بالجامعة بالغرفة، مع أنه وقت لازم يكون غلي قلبي. تاني نهار اتصلت قال لي بابا لا تأخذني، أنا اشتغلت أخذت ساعات شغل بالمصبغة تبع الجامعة عم اشتغل على هي. قلت له ليش هو المصروف اللي عم ببعته ما عم بكفيك؟ قال لي بلا عم بكفي، بس مشان عيد راس السنة بدي أجيب لك هدية مني. فحبيت هالشيء انه الولد يحس بالمسؤوليه، يحس بالحياه، مش انه كل شيء سهل. انا كثير بعتب مثلا على الاهل اللي بيعطوا انه لانه انا انحرمت بطفولتي بدي بحبح لابني، بينزعه بيبطل عندي يخليه يحلم. ايه بس يعني عم تحكي عن وضع كتير خاص، يمكن في كتير اطفال بعدهم بالعالم العربي كمان فقرة كتير. ايه ايه. ويمكن مش بس البسيكلات ما بيقدروا، يمكن اوقات كتير ما بيقدروا ياكلوا. مزبوط. كنت حكيت عن ابنك ثائر، ثائر منه فنان؟ ما في حدا من ولادك فنان؟ دخت علمهم فن الموسيقى، لأنه أنا بحب الموسيقى كتير، بحسها أنه بتريح بتعبر إلى آخره. وأنا بعزف على السمع شوية بيانو، وابتديت كمان كنت درامر، فحاولت أعلمهم، جبت لهم أساتذة موسيقى، وحتى مرتي جبت لها أستاذ عود كمان. ما تعلمت دوختها؟ ما دليل شو؟ مو انا بدأ على السمع، اللي بدأ على السمع مثلا اجى على باله لحن انه والله قارون 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 رأسا بيزبطه بيطلع معه، انه نوطه وبدأ 10 سنين ليدق والى اخره. فجبت لها استاذ عود، استاذ مهم على العود، وجبت لها عود، فدربها اول نهار على النوط الى اخره. عشيه جيت لقيتها حامله العود وماسكه ريشه عم تعمل فطم فطم فطومي على وتر واحده. كفيلنا الغنيه، كفيلنا اياها. نشاد. حرقت لها العود بعدين بالشومينين. حافظها لغنيه فطوم فطوم؟ ما كثير. فطوم فطوم فطومي خبيني بيت الموني، بكره لما بيجي البرد مالك غيري كانوني. حلو كتير. رح نتوقف شوي مع الإعلان ونكفي حديثنا استاذ دوريت، وطبعا مداخلات من ضيوفنا.